انت وفرت المادة لنا، هل سنعود بتحقيق اهداف الرسالة الحقيقية وتتم عملية الاختيار الصحيح للموضوع وللقيمة الفنية التي يقدمها الفنان؟ الجواب في رأيي نعم. إذا كيف سنحقق هذا؟ بأية وسيلة يرفع قيمة الأجر؟ كيف ذلك؟ من يرفع الأجر؟ المنتج المنفذ أم جهة الإنتاج؟ القناة؟ أكيد القناة. كيف ذلك؟ أولا أن نعزز أنفسنا جميعا أن نرفض بالإجماع العمل بهذه الأجور المفيدة، أن نتحد ونتفق ونقول لا، لن نعمل إلا بضعف الأجر المعتاد كمرحلة أولية، وفي العام القادم نرفض ونطالب بالضعف أيضا إلى أن نتساوى مع زميلنا الفنان العربي، كل حسب إمكانياته وعطاءاته وموهبته وشخصيته. اللي طرح أستاذ حسن احنا دائما نحكي به وهو انه احنا الان الدراما كلها هي حقيقة وخلي كلام على هاي الكلمة، احنا ضمن مزاج اربع اشخاص وليس مؤسسات، اربعة امسجة اربع افراد يمتلكون قنوات، وهذول الناس هم ماشيين الدراما طبعا مع شكرنا الكبير لهم، لانه لولاهم احنا كان كنا ما اشتغلنا، كنا كان غيرنا المهنة والدنيا. هم اقول فضل عليهم، ولكن دائما هذا اللي عرض طلب وتجاره وهذا مو عندي، عندما اجي بالسوق هذا اشتري 100 ليره وغيره موجود نفس ال 50، عليش تروح تشتري ب 100 داخل جيبك انت؟ هذه اول كلمه صاحب القناه هذا حق مشروع، فعلينا ان نبتدئ بالشكل التالي، هذه حقيقه خلينا نفكر بها، انه نعمل للاعمال العربيه حتى نقدر نسوق. طيب شلون احنا نوصل للاعمال العربيه؟ نحن بدنا نبحث في المنتجين يبحثون ويحاولون ان يجدون قدم، يحطون قدم في احدى القنوات او احدى الاماكن. علينا احنا كباقيين العاملين بهذا المجال، الكل لا احكي سواء كان ممثل او كان موسيقي او كان اي انه نتعاون ان نسوي شيء للبدايه لا مصالح. بالنسبه للنجوم وصار حديث الاستاذ حسن يعرف التفاصيل نجوم الفنانين، عندما تجي ميزانيه انا اتحدث عن تجربه خاصة، عندما تجي ميزانية مرتفعة ثقوا بالله، ثقوا بالله جوا التوقعات، بس احنا ما نقدر ننتظر هذه الامنيات، خلينا نسوي شيء، خلينا نسوي لنا عمل حتى لو تكون 15 ألف نتكاتف فيها ان نحقق شيء ونصل الى العربية والارباح تجي، يعني انا اذا رفعت افضل حتى لو تكون في احدى الافكار ان تكون اسفل، اجرك هو اسفل، اجر فلان هو اسهم من العمل، ما تندفع تصير اسهم والارباح تتقسم الى الاسهم والبدايه صعبه، فكروا بهذا الموضوع الكل ويا ريت نوصل للنتيجه. مشكلتنا بالتسويق بالانتاج. القناه تنتج حتى تعرض في قناتها فقط ثاني المسلسل على طرف. انتهى وكل سنه ظلت تعيد بي الاغنيه. واكو اشكاليه ايضا بين القنوات مع بعض. قناة تحب القناة الثانية، قناة تكره القناة الثانية. مثل ما قال الأخ علي، احنا أربع أشخاص يعني أربع قنوات. الدراما العراقية الآن من 2003 إلى 2011 هي ترابح مكان. رغم دخول عناصر فنية من مصورين ومنفذين صوت من إخوتنا السوريين والعرب ومن دخول مخرجين عرب سوريين واردنيين الا انها تراوح مكان. جنابك تطرقت على مساله الانتاج. طلعت الشرقيه على سبيل المثال لانه استاذ علي جعفر السعدي قاعد. يمكن اسمه موجود بالتايزه. صوروا بالهند وصوروا بالبرازيل وطلعت اعمار ما كان يعني. على كل حال ما بديته بالباذنجان اعمال رديئه جدا. برامج قصدك استاذ برامج وليس دراما اعمال دراميه، واذا هي مو اعمال دراميه هي
مجرد ضحك على الذقون او اضحاك الناس على الفنان العراقي. هاي فت مسألة احنا ما نرضاها. صح. مسألة النصوص، صار تحوير بالتاريخ، الاستثناء مو هو القاعدة. يعني على سبيل المثال، كم ابو قبر بالعراق؟ 2 3 10 100. علي شجي طرق انا على ابو قبر واغير التاريخ كله. بيوت الصفيح كذلك، ماكو شيء. انا عراقي وانا عمري الفني 53 سنة، عاصرت الفنانين من 58 الى 2011. نعم، ماكو احداث ما سامعيها، واذا تطلع في مسلسلات و تغيير التاريخ، غنبر علي او اعمال اخر، اعمال اخرى هزيله جدا، غيروا التاريخ. ليش؟ بعدين المسلسلات العراقيه، جنابك تفضلت قلت لازم تسوق للخليج وتسوق للدول العربيه. 19 مسلسل كل دم وقتل واغتيالات وخطف، ما قل يا دولة عربية تشتري هذا المسلسل. ليش التوجه بهذا المسلسلات؟ ليش العراق ما بيه مشاكل اجتماعية مليانة؟ إن كان بالريف مثال العشائر والقتل والفصل والنهوة، إن كان داخل المدينة فمشاكل المدينة كثيرة. نشوف أغلب المسلسلات كلها قتل ودم وميليشيات وخطف بنات وخطف ناس. هذا مسألة معيدة يجب أن نعالجها قبل لا نعالج مسألة الإنتاج.